راح فيكم مشاهدينا الكرام، وهذه الانطلاقة الجديدة لبرنامج بين الشوطين اللي راح يأتيكم من يوم الأحد ليوم الخميس من الساعة 12:30 للساعة 2:00، اللي نتمنى أن نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قيمة مضافة لإعلامنا الرياضي. أيضا نتمنى أن نعطيكم شكل جديد، نعطيكم أمور كثيرة من خلال هذا البرنامج ومواد عدة وقضايا رياضية العدة اللي نتمنى أكيد واللي نوعدكم فيه أن راح نقدم كل طاقاتنا كل إمكانياتنا لنوصل لكم رسالة إعلامية بأصول مهنية. أكيد أحب أمسي بالخير، لا أصبح بالخير، 12:30 اللي يطلع منك حلو على أخوي وعزيزي والعشير ماهر العنزي اللي راح أشاركه اليوم في تقديم الحلقة. صبحك الله بالخير محمد، وانا من حيث انتهى محمد ببلش. حاولت اسوي المقدمه اغطي على مقدمه محمد ما قدرت، قلت مقدمتي خلت تصير وعد، مصداقيه حياديه موضوعيه، هو مبدا بين الشوطين مبدا، هذه مقدمتي الشخصيه. لكن للي يسال ليش اسمه بين الشوطين، القريب من الرياضه وحتى المتابع العادي، بين الشوطين يصير منتدى بالفريق نفسه، منتدى فكري نقاشي، نتكلم عن شد جذب نقاش مفيد للفريق وللجمهور. فنتمنى بإذن الله يكون بين الشوطين مفيد للجميع، إيدنا بيد الجميع والباب مفتوح. وصبحك الله بالخير يا محمد مرة أخرى. رد أكيد نجدد التحية لكل من يشاهدنا خلال هذه الفترة، ونرحب بضيوفنا ماهر اللي متواجدين معنا داخل الاستديو ورواد البرنامج. احنا دائما ناخذ من العمر، لكن خلنا ناخذ من الناحية اليمين، يلا وهم بالعمر اذا ناحيه اليمين. لا 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 اكيد ناحيه اليمين الكابتن العزيز ومدربنا الوطني عبد العزيز حماده. حياك الله يا ابو محمد. صباحك الله بالخير ابو ابراهيم، وصبح عليك وصبح على ابو شهد وصبح على الكبات اللي موجودين هنا على المشاهد الكريم. سعيد جدا انا ان اكون متواجد معاكم، خاصه انتوا الاثنين حقيقه رجعتونا يمكن الاربع سنين وقت سبورت كافيه. سعيد جدا ان اكون معاكم الاستديو ايضا الحقيقه للامانه، يعني انا سعيد اني قاعد في استديو يجمع النجوم اللي معاي، الجو ما شاء الله تبارك الرحمن اللي موجود هني، خاصه ان احنا قاعدين على المقاعد الاصليه للمدربين. دائما انت متعود على المقاعد الاصليه يا محمد. ايضا الجانب الاخر، وانا اقول الجانب اليمين، ودائما وجوده يعطيك ابتسامه ها ماهر في الاستديو، دائما يعطيك ابتسامه. عاد اليوم الابتسامه مستمرة، نتمناها مستمرة، لكن في بعض التحقيقات راح تكون لا مرات يزعل ترى بسرعة يزعل بعد يزعل. خالد شريدة نورتنا في برنامج بين الشوطين، نتمنى هذه الانطلاقة تستمر دائما وابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أصبح عليكم بالخير وأصبح على المشاهدين وأصبح على أخوان الكباتن، وأحب أبارك لكم على هالاستديو الجميل وعلى البرنامج الجديد بين الشوطين، وانا سعيد اني اكون معكم. رسمي ابو شريده لا وايد رسمي اي لا لا بس لا بعد غير هالكلام بعد عشان الجو بارد البراد وقاعد تستاهلون اكثر تستاهلون اكثر من الكلام تستاهل الطيب. اروح الى ضيوفنا ايضا لنورنا داخل الاستديو في بين الشوطين الكبير والعملاق سامي الحشاش، حياك الله ويانا في بين الشوطين. الله يحييكم، والعاده نمسي اليوم، لا الحين صرنا نصبح. صبح على اخوان المشاهدين، وصبح عليك يا ابو ابراهيم وعليك يا ابو شهد وعلى ابو محمد على ابو شريده وعلى محمد الفهد المنطلق ان شاء الله والامام ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله تكون حلقه مميزه ان شاء الله باذن الله. عرف عنا سامي، بس اقول الله يعيننا عليكم، عاده واحد اثنينكم الله يعيننا عليكم. عرف عنا ضيفنا الرابع سامي الحشاش، قال المنطلق محمد الفهد، النجم القادم بقوه محمد الفهد. حياك الله يا محمد وسعداء بوجودك ويانا. محمد نجم منتخبنا ونجم نادي القادسية، اهلا فيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا صبحكم الله بالخير يا هلا، صبح عليكم على الكبات اللي موجودين معنا وعلى المشاهدين اللي قاعد يطالعونا. طبعا يعطيكم العافيه على الاستضافه الحلوه ما بين الكبات الكبار اللي بيننا، ان شاء الله يكون لقاء حلو وبسيط. بعد محمد شلون الاجواء الحين داخل الاستديو؟ مرتاح؟ الامانه انا انت مرتاح؟ مقابلاتي تكون ما اعتقد في مقابلات وايد، يعني ثلاث اربع، يعني تقريبا من افضل الاجواء اللي دخلتها الشكل اللي قاعد اشوفه شيء حلو طيب يعني لا انا اقصد هم نفسيتك مرتاحه؟
اي اكيد بالعكس ليش ما تكون مرتاح؟ اللي يقول الكلام هذا البدايه نفسيته مرتاحه. مشكور يا محمد. لازم تكون نفسيته مرتاحه. يعني يمكن الجوله الثامنه شفنا يمكن محمد ابدعت في الجوله الثامنه. بس محمد قبل الجوله الثامنه خلينا نوضح شغله للجميع. اليوم الحلقه الاولى فيها كثير من التوضيحات. باذن الله برنامج بين الشوطين راح يستمر من الاحد الى الخميس وانتم عارفين، وراح يتناوب عليه، يعني ما راح نزعجكم انا ومحمد ويا بعض. أيوة. راح نتناوب عليه انا ومحمد، يعني يوم انا يوم محمد، فما راح نزعجكم يعني. لا ما راح تزعجكم. اوعدكم انه ما نزعجكم. لا ما راح تزعجون. لا هو مو ما في ازعاج؟ لا ما في ازعاج، بالعكس اصلا الجمهور مستمتع انه يشوفونكم انتم الاثنين مع بعض. قالها سامي حشاج. قالها بلشوا. اي قال الله يعين عليكم اثنين، فاحنا ازعجنا سامي. ابو شاهد شكله في مؤامره. لا بدون مؤامرة يعني. مؤامرة بين الضيوف. شوف إن أجلس أنا معاك هذه قصة، لكن أنا معاك ومع أبو شاهد في نفس الوقت هذه قصتين مع بعض. الله يحفظكم. يعني اللي شفناه، أرد مرة ثانية على موضوع محمد الفهد، يعني الجولة الثامنة فيها أمور كثيرة، يمكن في أمور بارزة، لكن يمكن محمد الفهد اللي قدمه يمكن برز من خلال هذه المباراة، وأعتقد حتى تم تكريمك يا محمد كجائزة من صحيح. الأخوان في أعتقد شركة تماس إنه كان أفضل لاعب في المباراة، وهذا الشيء يستحق يعني الإشادة. أعتقد عندنا تقرير. عندنا تقرير عن الجولة الثامنة اللي تكلم عن جزئية منها محمد، لكن هي بصفة عامة ما فيها مفاجآت إلا تقدر تقول الساحل والجهرة. خلينا نشوف التفاصيل من خلال التقرير. من دوري فيفا لكرة القدم خروجا عن المألوف باستثناء السقوط المفاجئ للجهراء على يد الساحل المنتفض، فيما خرجت بقية النتائج منطقية وأقرب إلى الواقع الذي تعيشه الأندية في الوقت الراهن. القادسية يبرهن مع كل جولة على جودته وأصراره على الذهاب بعيدا في صراع المنافسة هذا الموسم على أمل استعادة اللقب الذي تنازل عنه في الموسم الماضي، لكنه في النسخة الجديدة يضرب بكل ما يملك من أسلحة فتاكة لتعزيز صدارته التي ابتعد فيها بانتصاره الساحق على النصر بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي شهدت بروز الثنائي الواعد محمد الفهد وفيصل عجب في كادر التألق، حيث نجحا في تعويض غيابه عبد العزيز المشعان للإيقاف وبدر المطوع لتواجده خارج البلاد. وإذا كان القادسية يسير بخطى منتظمة وواثقة في صراع الصدارة، فإن النصر لم يجد نفسه حتى الآن وسط التنافس الكبير الذي تشهده مراكز الوسط والقاع في المسابقة، ويبدو أن معاناته ستطول في ظل اتباع سياسة الاعتماد على اللاعبين الصاعدين التي تحتاج إلى التحلي بالصبر قبل الحكم عليها سواء بالنجاح أو الفشل. وعلى بعد 5 نقاط من الصدارة يقف العميد متأهباً ومتحفزاً لتضييق الخناق على غريمه القادسية، ولكن قطار انتصاراته المتتالية توقف اضطرارياً في محطتي السلمية والعربي على الترتيب ليفقد حامل اللقب نقاط ثمينة، ولكن لا يزال في جعبته مباراة أقل من القادسية ستساعده على تقليص الفارق لنقطتين. وواجه العميد ظروفا استثنائية في مباراته أمام العربي التي حضر فيها التعادل الإيجابي، وذلك عقب طرد اللاعب الوسط يوسف الخبيزي في الشوط الأول، لينجح الأبيض رغم النقص العددي في افتتاح التسجيل بواسطة عبد الهادي خميس، لكن العربي عادل النتيجة بنيران صديقة. التعادل لم يلحق أضرارا بالعميد فقط، حيث عمق جراح العربي الذي دخل مرحلة الشك مبكراً وسط مطالبة واسعة من الجماهير بإجراء تغييرات على مستوى الجهاز الفني، كما طالب البعض الآخر بتدعيم صفوف الفريق بصفقات شتوية في يناير المقبل لتصحيح مسار الفريق والحفاظ على حظوظه في الخروج ولو بلقب واحد على الأقل في موسمه المحلي. وبعيداً عن صراع الصدارة، أنعش كاظم ذاكرة الانتصارات بفوز مستحق وسهل على الشباب بثلاثة أهداف دون رد، أعاد بها الفريق إلى درب السعادة من جديد بعد سلسلة من النتائج المتواضعة التي أبعدته عن مراكز القمة في جدول الترتيب، ولكن السفير لا يزال يملك الكثير والكثير ليقدمه في الجولات المقبلة. الجهراء
الذي كان يراهن عليه البعض ليكون رقما صعبا في صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم، فاجأ الجميع بأداء هزيل في النسخة الحالية، حتى تلقى صدمة كبيرة بخسارة مفاجئة على يد الساحل بهدف مقابل هدف، يتفوق ممثل أبناء بوحلفة على نفسه وبات الأجدر بلقب الحصان الأسود للمسابقة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية وضعته في مركز آمن بجدول الترتيب. بدوره أراد الفحيل العزف على نغمة النصر للمرة الأولى هذا الموسم بفوز عزيز على خيطان بهدفين دون رد، ليتساوى الفريقان في الرصيد ب7 نقاط لكل منهما، ولكن خطر الدخول في صراع القاع لا يزال قريبا منهما. الجولة الثامنة لدوري فيفا لكرة القدم، اعتقد كانت في بعض المباريات خلينا نقول المفاجئة بالنتيجة، الأبرز يمكن مباراة الساحل والجهرة كانت غير متوقعة، فوز مستحق بالتأكيد حق نادي القادسية واللي تربع من خلاله على الصدارة. مباراة القادسية والنصر ممكن البعض يقول أبو محمد ما هي مفاجأة كبيرة عدل، لأن مستوى الفريقين احنا نتكلم، لكن لما نتكلم عن الغيابات الكثيرة لنادي القادسية في هذه المباراة أعتقد نتيجة كبيرة ومستحقة لنادي القادسية. ما في شك فريق نادي القادسية يمكن من الفرق اللي أنت ما تقدر تقول عليه ناقص. الآن بدر المطوع غايب عن الساحة الله يرده بالسلامة من الدورة العسكرية، أيضا الغيابات لطلال العامر لبعض اللاعبين، مساعد ندى إلى السالمية، حسين فاضل إلى الوحدة، أعتقد الفريق القادسية ما ينقص أحد، ويمكن قد تكون خيرة لأن يعني لو ما هذه الظروف ما راح نشوف اللاعبين اللي أنا في وجهة نظري. يعني محمد أنا ما أعتبره نجم جديد. شوف محمد مواليد 94، نعم، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يبلغ من العمر الحين 21 سنة. محمد منطقيا المفروض أنه 2012-2013 هو في الفريق الأول يلعب، ولكن تراكم النجوم وتوافر نجوم كثيرة جدا في نادي القادسية هذا يقوض الفرص في المشاركة. في لاعبين من نادي القادسية ينتظرون الظهور هذا، لهم مواليد 94-93-95، هذول ينتظرون الفرص. لما أنا أشوف مباراة القادسية والنصر يعني أفرح أني أشوف فيصل عجب مواليد 94 سجل هدفين، وافرح اني اشوف محمد الفهد سجل هدفين مواليد 94، وسيدوبا سجل الهدف الخامس. النجوم هذول اللي ينتظرون الفرص علينا ان احنا نهتم فيهم بشكل اكبر، لانه هو قاعد يشارك في الاولمبي، هو من 2012 في الاولمبي، اذا من 2012 الى 2015 هذه 3 سنوات ب4 مواسم. صحيح. المفروض انه فعليا محمد الان صار له 3 سنوات يلعب في دوري فيفا. لما أنا أي يمكن قد واحد يعني من الجمهور يقول لي والله نجم صاعد، أنا في رأيي أن محمد مو نجم صاعد، محمد المفروض متأخر الآن 3 سنين في الظهور. أنت يعني أبو محمد معلش بس أنت قاعد تلوم المدربين عدم إعطاء الفرصة وإصابة، هي أنت واضح أنا اللي أشوفه ويمكن اللي يسمعنا يقول والله أبو محمد راح صوب المدربين ما أعطوا محمد. ليست فقط المدربين، هي سياسة أو منهج لمجلس الإدارة، كل ما ارتفع اسم النادي كل ما تشبث تمام. اكثر بالنجوم. تمام. انا بس استاذن ابو محمد واستاذن ابو شريده ما عليه الموضوع حوار، فخلني اسال المعني بالموضوع. محمد تحس ان انت تاخرت في انطلاقتك؟ تحس ان ما اخذت حقك في انطلاقتك؟ ما راح اقول لك قول لي اسماء المدربين اللي اعطوك مجال ما اعطوك مجال، لكن انت احساسك 21 سنه حسيت انك انت تاخرت في انطلاقتك؟ والله للامانه الموسم اللي طاف طبعا حاشني اصابه رباط صليبي، فهذا اللي أخرني هذا شويه قبل الاصابه. قبل الاصابه هذه قرارات المدربين والاداره، انا ما ادري. حسيت انك انت يعني تعطلت انطلاقتك وسبب قرارات المدربين، حسيت ان المفروض اكثر اسرع. المدرب هو اللي يشوفه، يعني انا ما اتدخل فيه. هو يشوف يمكن في لاعب انسب، يمكن في لاعب خبره اكثر، بس في احساسيه حق اللاعب مرات ان انا المفروض. شيء طبيعي، شيء طبيعي، بس ما الواحد ما يقدر يتكلم فيها يعني. واضح انك حسيت. واضح انك حسيت.
طيب نرجع ابو محمد سامي، طبعا نتكلم عن الجوله الثامنه، نتكلم عن جوله ما في خاليه من مفاجات. الساحل والجهره يمكن هذه المفاجاه تعتبر. انا بس قبل الساحل بدي اكمل على موضوع لعبه النصر واللاتسيه شويه. هي كنتيجه للقادسيه يعني ما هي مفاجاه، فريق القادسيه المفاجاه هي النتيجه بالنسبه للساحل. يعني انا بغسل النصر عفوا، النتيجه رغم يعني غياب لاعبين كثير من القادسيه وتطلع النتيجه ب 6-0، انت اليوم تقول لي انا ما علي، يمكن امون على اخوي طاهر العدواني ابو محمد، ان اليوم انت قاعد تقول لي انا قاعد ابني فريق وقاعد تشرك عناصر شابه صغيره، انت اليوم هالعناصر هذه لما يمكن هي تعودت في مراحل سنيه على الفوز، انت اليوم دخلتها في مباريات ما هي متعوده عليها، نتائج 4-6 و5، هذه قاعد تدمر انت اصلا اللاعبين. اليوم انا اذا بدخل عناصر شابه ادخل 4-5 ممكن، بس يكون معاهم محترفين على مستوى عالي بالاضافه الى لاعبين محليين لهم خبره اساس يدشون، اما اشرك حوالي 8 أو 9 لاعبين كلهم عناصر شابه هذا دمار للفريق ودمار للاعبين. انا يعني سوري يعني انا صراحه المباراه شفتها عنصر خبره بس ابو محمد هذا مو ذنب ظاهر، ذنب لا مجلس الاداره. انا 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 اتكلم بشكل عام، انا اتكلم يعني الوضع ما هو طبيعي. انت اليوم انت اليوم انت تقول لي ببني فريق، لا ما يخالف مو طبيعي. شنو الشيء مو طبيعي؟ انك اليوم تقول لي ببني فريق، هذا مو بناء فريق محمد. في اتفاق بين الاداره وبين ظاهر ان لا يطلبون من النتيجه، لا انا قاعد اجرب. صحيح انا اتكلم بالنسبه للاعب ان ما توفقه بالمحترفين. انا اتكلم بالنسبه للاعب اليوم لما انا كلاعب متعود في مراحل سنيه على الفوز وهم عناصر شابه جيده للامانه يحتاجون بس لاعبين معاهم لاعبين خبره ولاعبين محترفين، وازيد فيهم 9 و10 لاعبين العمر هذا 17 و18 سنه ويهزمون بالنتائج هذه، راح خلاص راح تاقلمون على النتائج السلبيه. وهذه صراحه ظاهره ما هي جيده. انا بوجهه نظري برايك إيه؟ اكيد هذا بالنسبه رأيك. لموضوع الساحل ها بعد هم بدش على الساحل. لا انا سالت على الساحل عن الساحل يا سالني على الساحل عشان برد عليه يبيني ببراهيم الله يعيننا عليك لا بالنسبه للجهره يعني شوف اللي بيشوف المباراة قبل المباراة بيقول جهرة هو الفائز، ولكن فاجأنا في الساحل. والساحل صراحة الأمانة من مباراة لمباراة في تطور. أخوي عبد الرحمن العتيبي بدأ يطور الفريق، وأنا شفته من لعبة كأس الاتحاد الفريق في تطور، وشفته مع العربي قدم مباراة كبيرة وكان لاعبين العربي حتى كاملين. اليوم المشكلة في الجهرة، الجهرة السنة صراحة فريق ما هو طبيعي. قبل الجهره الساحل الحين انت تقول انه قام يتطور عدل محمد نعم من مباراه والنتائج تدل على هذا، بس في السابق انت كنت تنتقد السابق. نعم انتقدت طبعا. الحين رد صار زين اسبوعين احنا نتكلم ردينا على نفس الموضوع. ما انا اليوم لما انتقد فريق اذا ما هو زين بقول عنه زين؟ بتنتقد اكيد بنتقده. انتقده للصالح العام صح عشان يصلح من اخطائه. اليوم لما نيه صراحه اخوي عبد الرحمن وانا كان معي بالدوره يعني اليوم كنت مدربين لا معرفه النتائج تشهد النتائج تشهد ترتيب الساحل كم ترتيب الساحل الحين؟ السادس الان او السابع صحيح ترتيب ايش؟ رغم انه في نقطه رغم انه في نقطه يعني معنا ابو محمد يعني بس انا هذه المباريات وما ادري وكلامه انا يعني ما يبكي الكلام من عندي هذا كلامه هذه المباريات وهذا المفروض دوري الدمج وشوف دوري الدمج شنو سوى فينا والحين يقول الساحل قاعد يقدم مباريات دوري الدمج ما ابي ادخلك بدوري الدمج لا انا مؤيد بالنسبه للجهره مؤيد دوري الدمج اي مؤيد انا دوري الدمج انا مؤيد دوري الدمج انا والله مؤيد اول مره سبق. ليش خلينا نسمع اسباب ليش دوري الدمج اولا في لاعبين ما بطول عليكم يا جماعه سامحوني دوري الدمج في ناس معترضين عليه الدوري الدمج اولا اللاعبين يظلون قاعد يلعبون مباريات اذا شوف في جو مباريات انا اليوم لما بشرك لي حوالي 14 و13 لاعب وعندي انا حوالي 35 لاعب حوالي 20 و25 ما يلعبون تمام ويزيد في مباراة لاعب صار له فترة ملاعبة بس لما يكون داش في جو المباراة من خلال كأس الاتحاد هذا بالعكس شيء زين بالنسبة حتى للمحترفين لما يكون عندي لاعب محترف مصاب أهيئة عن طريق مباريات كأس الاتحاد يعني أنت تعيد دوري الدمج ولا ما تعيد؟ يعيد يعيد كل هذا لا أنا أعيد أنا عفوا لا أنا عفوا أنا مقصر أنا حتتكلم أوكي كمل الفكرة لا أنا أتكلم أنا قصدي تكلم لي عن كأس اللي هو الاتحاد الرديف الرديف أنا أتكلم عن الرديف أنا أتكلم عن الرديف لا وضحها وضحها أنا أتكلم عن الرديف الدمج لا أنا ماني مؤيد
هاجمتوا ردينا بالكلام. لا انا رايح على الرديف. دافعت بقوه. اي لا انا رايح على الرديف. والبرد شوف شوف انا لاني انا كنت برد بس لا 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 انا رايح مخليها لان في ناس لا لا في ناس وايد معترضين على دوري الرديف. انا مؤيد دوري الرديف. ما حد يطاري دوري الرديف. وديتنا ابو محمد. جهزت الاجابه قبل السؤال. جهزت الاجابه. توقعت ان نسيت. لا انا هذه هذه محسوبه عليك. احسب انت احسب. وجريده قمه المرحله كانت الكويت والعربي. طبعا الكل كان يتوقع يشوف مباراة من العيار الثقيل. هناك من يتكلم عن نادي الكويت وهناك من يتكلم عن نادي العربي. قول لي شلون شفت المباراة اول شيء الكويت والعربي؟ شوف انا اشوف يعني بدايتها يعني كانت اول 20 دقيقة كانت مباراة يعني كان العربي هو اللي فيها كان ضاغط وطرد الخبيزي. توقعت ان العربي يقدم مستوى افضل او ان المدرب يغير من التكتيك. يعني انا ككويتاوي انا اعتبرها هذه بالنسبه لي انا فوز لاني انا قاعد العب ضد العربي وقاعد العب ضد العربي من الدقيقه 20 بالجيم الاول. بس انت نادي الكويت وتعتبره فوز؟ طبعا انا اعتبره فوز. يعني ما توقعت العربي ان انا مطرد اني واحد هذا مستواه. هذا المستوى العربي لليوم هذا ما ادى المستوى المطلوب اللي الجمهور يبيه منه. العربي مو العربي العام. انا اعتقد ان الكويت كان فوز هم بعد الفوز يعني كان لنا المفروض. يعني الهجمه الاخيره اللي ضيعها ريجيريو هذه ما يضيعها لاعب محترف ولكن كان ريجيريو مو بمستوى اللي احنا نعرفه. يعني دخل لعبه محمد ابراهيم كان يتوقع منه الكثير او انه يغير المباراه ولكن ريجيريو ما كان في مستوى. على العموم يعني انا اعتبرها انا كنادي الكويت ان نقطه احنا راضين فيها كوننا لاعب مطرود من نواحي. فينيسيوس وريجيريو ليش ما يلعبون مع بعضهم بالهجوم؟ القانون الجديد ابو شهد قال لنا عندك ثلاث محترفين. القانون عدل؟ اي فانت لو تشوف بدايه الدوري مجموعهم ثلاثه. مجموعه ثلاثه. اي فهد العليزي فهد العليزي وشادي الهمامي. شادي الهمامي ورجيريو. ليش انا اتكلم ليش فينيسيوس ورجيريو ما يلعبون بالهجوم؟ خف كيكا واحده واحده. انت لو تشوف بدايه الدوري انه كان يلعب رجيريو ويلعب فينوس. إيه؟ لانه كان عنده ارتكاز اثنين عنده شريده والخبيزي كان ما يلعب شادي. بس لو متعور شريده صار له اسبوعين او ثلاث اسابيع فمضطر انه هو يلعب شادي ويطلع. شلون اصابته شريده؟ الحمد لله يعني امس دش الملعب. يعني امس اول يوم يدش فيه الملعب وان شاء الله خير. حتى الفتره اللي اصاب فيها فهد العنزي كان يلعب في نيسوس مع ريجيريو. لانه هو مضطر هو مضطر. إيه؟ يعني. لا في هالفتره كان شادي بعد مصاب. إيه؟ طيب خليني ارجع الى الايجابيه. محمد يمكن استغرب لما قلت انت تعادل بطعم الفوز. هو حقيقه الكويت وصلوا حق المرمى اكثر من العربي بعد الطرد. ليش انا اقول لك مستغرب من مستوى العربي؟ يعني ما توقعت العربي بهالمستوى. يعني العربي مستوى مو نفس مستوى العام. انا توقعت ان العربي راح يضغط علينا، توقعت ان المدرب راح يغير بالخطه، توقعت مدرب ينزل هجوم زايد يلعبون ثلاثه ثلاثه اربعه، توقعتنا بس المدرب يعني نزل هذا مستوى. متى نزل؟ الدام الثاني. الجيم الثاني ما لعب اول ما انطرد منك لاعب وفاجأ بنفس الوقت محمد ابراهيم انه ما طلع لاعب ونزل نص خلى طلال جازع وهو يلعب ارتكاز الارتكاز معه ورجع عبد الهادي خميس يمين. بالمجمل انت مقتنع باداء نادي الكويت؟ طبعا مقتنع 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 بنع كامل. لو انا مدرب نفس الشيء لك الحين. انا هم مقتنع هم مقتنع محمد. انا ابيك اليوم انا اللي جايك. الرد على العربي تعادل يلعب الفريق 70 دقيقه تقريبا او 65 طرد الخويزي اعتقد بال 65 بال 25 اقصد 20 دقيقه الاول 25 لا لا بال 25 يعني ما نختلف عن على شيء بسيط مبكيوني على 3 دقائق مبكي يلا اوكي لا في شيء في شيء لا في شيء فيها نتيجه 3 دقائق راضي على العربي؟ لا هم لعبت الكويت؟ لعبت الكويت؟ لان انت محب حق فيليبي انت من محبينه ومن مساندينه ردينا على الرد ان احنا ردينا على محب قال لك انا محب لفيليبي داعم لفيليبي لا لا ما شوف انا داعم على اداء العربي الموسم اللي فات اذا انا مقتنع الفريق لا لا انت انا عارف محمد لا خندش على اداء العربي 70 65 دقيقه بدون ب 10 لاعبين نادي الكويت من قادر تسوي شيء. انا اقول لك الهدف اللي سجلته سجله نادي الكويت فينيسيوس هديه. انا من لعبه العربي مع الكويت ما انا من مقتنع باداء العربي. هو المشكله المشكله كانت في المدرب بالتشكيله اللي لعب فيها. التشكيله اللي لعب فيها مو تشكيله الفريق يبي يفوز. نعم وانا تكلمت قلت التشكيله اللي لعب فيها لما هي يعني انت اليوم لابد لما تكون عندك مثلا لاعبين بالنص لابد يمكن يملكون النزعه الدفاعيه مع النزعه الهجوميه يكون على الاقل صانعين لعب. انت اليوم في المباراه نحن مع الكويت يمكن الوحيد اللي كان السليمي. انت جيت حطيت محمد فريح
قدام فهد فرحان. هذا غلط. انت اليوم مو الكويت اللي محتاج الفوز، العربي اللي هو محتاج الفوز اكثر من الكويت. لان اذا احنا بننافس ومن ضمن المنافسه لابد انك تلعب طريقه متوازنه هجوميه ومتوازنه. اليوم يعني لما لعب فهد فرحان، يعني فهد فرحان يا محمد الفريح يلعب ويكون موجود، يا المحترف يا مشار الكندري. نعم. يعني اليوم محترف، انت اليوم قاعد تلعب في محترف واحد والمحترف الثاني على الخط، زين متى بيفيدني المحترف هذا؟ اذا انا ما لعبته في مباراه حساسه مثل لعبه الكويت، متى راح يلعب؟ صحيح. يعني حتى لما صار الطرد اتوقعنا راح يصير في تغيير، مثل ما قال راح يصير تغيير، يصير طريقه هجوميه. يعني انا اللي عجبني حتى في محمد ابراهيم ما غير. اليوم انا الكل ممكن اتوقع ان محمد ابراهيم بيطلع واحد من المهاجمين، سوى تدوير داخل الملعب، هذا فكر او انه بيلعب دفاع. بالضبط. اللي شاف العشر دقائق اللي بعد الطرد وما يدري انه في حاله طرد وسمع انه في حاله طرد يحسب الطرد مع العربي، الطرد عند العربي، لان تحسن اداء الكويت كان فوق على نفسه وصلوا اكثر. افضل. انا هو ورا الهدف فيهم بعد عبد الهادي خميس مجهود انفراد. إيه؟ انفراد. انا مستمر لانها شادي اللي طقت العارضه لانها هد الجوله تعتبر الكويت العربي. انا مستمر بس في شغله قالها كابتن سامي ابي اسال عنها محمد، كذي انا وظفتها مع محمد، طلعت ويا محمد. مرات النجم يحتاج فرصتك كانت غياب بدر مطوع وسعود المجمد، اكيد ما تمنى انهم يغيبون، لكن عدم وجود نجوم نفس بدر ولاعب مخضرم مثل سعود اعطاك مجال انك تلعب تالق. طبعا غياب كابتن بدر مطوع وسعود المجمد، بدر الله يوفقه بشغله ان شاء الله. سعود المجمد اعتقد عنده الخلفيه تمزق او شيء، الله يردهم بالسلام ان شاء الله. طبعا اذا غابوا النجوم فمعروف ان المدرب يحاول يزج باللاعبين الصغار، فالمدرب قدر يوظف اللاعبين الصغار مثل ما يبي، وهذه النتيجه. يعني تحس انها فرصه؟ انت تحس انها فرصه؟ اكيد اذا اي واحد يجي له فرصه ما يطوف. بس انت بالقادسيه الفرصه تخرع تخوف بالقادسيه، في جمهور يحاسب، في مدرب عنده نجوم كبار. لا بالعكس، الفرصه ياتك يعني لا عندك انت تنطرها ياتي لا عندك تهدها، اكيد ما تهدها، تحاول تثبت فيها وتمسكها مثل ما تقدر يعني. ترى مسؤوليه كبيره يعني بنادي القادسيه. اكيد طبعا نادي القادسيه نادي كبير عندك اهداف حلوه وايد. افضل نادي يعني عندك اهداف وايد حلوه. لحظه سمعتش قال افضل نادي؟ احسن نادي ليش؟ افضل نادي نسبيا نادي يعني هذا رايي. طبعا ناديك اكيد انت بتقول عنه احسن. اعتقد يعني كل الكويت يمدح نادي، ما تبون يمدح نادي انت شايش عن الكل عادي رمالكم. لا بس محمد يعني كنت مع عبد العزيز المشعار نجمنا الدولي المسي عليه بالخير بمباراتكم مع النصر، وكان حديثه عنك يسولف عنك وانت بالملعب، ويا ليته يسدد وسددت يمكن كره وسجلت. للامانه بس تحب ما قاطعك عزيز، قبل المباراه قال لي كثر ما تقدر حاول تشوت. وراح تقول عندك اهداف وايد بالشوت من برا 18. اي نعم. عندنا مجموعه اهداف حق محمد الفهد، خلينا نشوف. عنده كاس التعادل العربي ها. وسولومو خلاص انضغط عليه وانتهت الامور الى محمد الفهد. دوريس سولوم. الله يا محمد الفهد، الله يا محمد الفهد، في الدقيقه 36 الدقيقة 36 حلوة الفهد الفهد جول. صاروخ يرسل الحقيقة من منطقة 18 ليس من بعيد. نقاش واضح مع الاستديو التحليلي في قيادة عبد الله الانصاري، ناصر العمران، عبد اللطيف الرشدان. هنا كرة موجودة، احمد الظفيري يلعب له كرة ممتازة الى الفهد، الفهد جول، الفهد جول، الفهد جول، الفهد جول. الله 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 على التمرير، الله على الاستلام. لكن ايضا في البطولات المحليه سيدوبا 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 سيدوبا.
انا لكم قولين المدافعين وين اقوالك؟ والله انا لعبت لا محمد يقولون محمد اناني كان بالبدايات صحيح؟ وفي رد يضبط امورك يقولون اللاعب الفنان لازم يبدي اناني. هو كل لاعب طبعا يحب يثبت نفسه للجمهور او المدرب او يعني هي مو انانيه هي مثل تثبت حق الناس يعني انا شنو عندي. تحب تثبت حق الناس تظهر امكانياتك بالضبط بس تحتفظ بشكل دايم يعني إيه؟ في كرات تحتاج التمرير او الباص في كرات تحتاج انك تطلع مع النضوج توظفها للفريق عادل بالضبط تمام عزيز ابي اردك الى الجوله الثامنه والان تكلمنا سمعنا من بشريد وسمعنا من سامي ليش كذي رسمي وايد؟ مو رسمي ليش لما ليش ما طالع مستانس على الكرسي ما اقدر لفيت خفتين كرسي مستانس على الكرسي ترى طيب لا الكرسي اصلا لا تحاتي سوي خذ راحتك لا لا ما زين بس مو تاخذ راحتك تاخذ راحتك لا لا كابتن عزيز الجوله والمباراه الهد بالجوله العربي والكويت كانت ممتعه انا شفتها كانت ممتعة بس من جانب الكويتاوية راضين عن النتيجة من جانب العرباوية مو راضين عن النتيجة الطرد ما أثر على الكويت شنو يعطيك انطباع عطني ملخص لفكرك طبعا شوف ما في شك أن هي المباراة كانت أقوى بالجولة خاصة أن الجدول يعني ما قبل الأسبوع الثامن إحنا الجولة الثامنة الأسبوع الجولة السابعة الجولة التاسعة دخول كأس ولي عهد دخول كأس ولي العهد في نفس الوقت هذا قاعد يسوي ضغط على اللاعبين نادي الكويت أنا أقول أنهم كانوا أقرب في الفوز رغم الفارق العددي اللي داخل المباراة نادي العربي المفروض أنه يكون هو صاحب الثلاث نقاط لكن هذا ما حصل ليش التعامل داخل المباراة يمكن قد يكون لاعبين نادي العربي داخل الملعب خاصة المهاجمين ما قاموا بالشيء اللي 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 المفروض يكون نادي العربي لعب في المباريات الكبيرة اللي هي ضد نادي القادسية وضح أهمية ودور فراس داخل المباريات الكبيرة وسجل هدفين من أجمل أهداف دوري فيفا في هذه المباراة نادي الكويت رغم طرد يوسف الخبيزي إلا أن التدوير اللي قام فيه محمد إبراهيم أعطى فرصة كبيرة حق الفريق أنه هو يعيد ترتيب صفوفه محمد إبراهيم مو من النوعية اللي يتعامل بالشكل السريع مع الطرد أول حل عند محمد إبراهيم التدوير أخذ طلال جازئ أشركه جنب شادي حتى يقوم بالمهام الدفاعية نجح في هذا بالمقابل كان أنا في رأيي أفضل لاعب في الجولة عبد الهادي خميس عبد الهادي سجل صنع أزعج أنقذ يعني حتى الكرة اللي انفرد فيها فراس صنع وسجل وأزعج مدافعين العربي وأنقذ الكويت من هدف محقق انفراد فراس الخطيب كان هو بغطى يعني لدرجة أن أنا طالع المباراة قلت هذا مو هادي لابد أنه يكون منه يا فهد الهاجري أنا ما توقعت أنه هو ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الشيء راح يحط محمد إبراهيم تحت ضغط مرة ثانية لأن محمد إبراهيم مثل ترى نقطة فنية اللي قلتها ليش فينيسيوس وريجيرو ما يلعبون أول ما يحط محمد إبراهيم التشكيلة أنا كوني أعرف فكر محمد وكوني اشتغلت مع الفريق في تقريبا نفس العناصر مع تضييق الخناق على الأندية في عدد المحترفين في القرار الإداري أصبح هناك مشاكل كثيرة يعني لدرجة أن المدرب أول شيء راح يحط المحترفين المناسبين للمباراة بعدين يشكل الفريق. إذا محمد لا تنسى أن الفريق الوحيد اللي انضر من القرارات هذه ترى نادي الكويت الوحيد هو اللي انضر. واحدة ما نبي نقول بس نادي الكويت لأن القرار هذا لا يصب في مصلحة الأندية. ثلاث لاعبين زائد واحد غير محدد أو اثنين زائد اثنين المهم يصير ضد هذا أربعة. كل أندية. كل الأندية. كل الأندية. ليش كل الأندية؟ كل الأندية. أنا في عندي حين ثلاث لاعبين من أفضل لاعبين اطلعوا يلعبون برا حتى احنا عندنا نفس الشيء يلعبوا برا لأنهم غير محددين فهد صباح
فهد صباح فهد صباح ولم الحين مو هني المشكله على محمد ابراهيم المشكله لما يرجع احمد حزام الحين احمد حزام رجع عندك سنة صادف وشريده وعندك فهد لانه يعني قاعد اقول له المشكله اذا رجع احمد حزام انت تحط عامل غير محدد الجنسيه تعامله كويت انت بالمنتخب قاعد تعامله كويتي وبالنادي قاعد تعامله محترف وبرا بدون غير محدد الجنسيه شوف القرار شنو القرار صعب يعني القرار القرار صعب جدا انديتك موافقه عليها قسم عليها ولا مو موافقه انت تسمح لي عليها يعني ماشي غصب يعني مثل نادي الكويت ايش بيسوي ايش بيسوي ما لا ما يقدر يسوي شيء شوف القرار يعني القرار مثل ما انظلم في نادي الكويت انظلم في نادي السالميه عدي وجمعه وكيتا ونايف زويد صحيح ما يقدر يلعبون مع بعض اوكي انت كنت هذول العام لعبوا مستويات عاليه اكثر من ضرورين تعتقد نادي السالميه انا في رايي اكثر من السالميه اكثر من الكويت اكثر من الكويت اكثر من الكويت شركات خارجيه لو مكفيني انا معك انا معك القرار القرار لم يوفق الاتحاد في اصداره لان الحقيقه شكله كذي يعني كان في تعمد في قصد اثاره هذا القرار انا في رايي وتكلمت عن هذا القرار وقلت ترجع في المقابلات السابقه تكلمت محمد عفوا تفضل الكلام تفضلت فيه ما قلت عن عربي لما صار التغيير واللي احنا طالبنا فيه من الشوط الاولاني نعم. حق مصر لما بدا المدرب يغير يلعب بالدو النزعة الهجوميه اكثر نعم. العربي صار افضل ولا لا اكيد طبعا مو هذا اللي كنا اشرك لك فهد الرشيدي ايه؟ وحسين الموسوي معنا ما هو جاهز وفراس معنا ما هو جاهز وعزيز السليمي داخل طيب. الملعب لكن انا قلت لك بعمليه التدوير كان الكويت واقف على ريوله داخل في مباراه ايضا نتيجتها منطقيه لان المفاجات قليله مثل ما عدا يمكن الساحل والجهره والرقم والاهداف الكبيره اللي سجلها القادسي لكن في مباراه من المفترض نتكلم عنها ولو ان نتيجتها منطقيه لكن نتيجتها معنويه اهم من نتيجتها بالنقاط ابو شريده اللي هي مباراه كاظمه والشباب 3-0 اعتقد انه فوز مهم حق نادي كاظمه معنويا طبعا ابراهيم معنويا شوف احنا خلينا نتكلم عن نادي كاظمه من نهائي كاس الاتحاد من نهائي كاس الاتحاد ومستوى كاظمه كل ما له قاعد يصعد فهذا يدل ان تقريبا شبه ان اللاعبين الحين عرفوا ان المدرب شنو يبي منهم وشنو ما يبي منهم يعني بدأوا يتأقلمون مع المدرب واللي يدل على هذا نتائجهم بآخر 3 جولات أو 4 جولات يعني بغض النظر عن النتيجة أنت شوف المستوى يعني كان يعني تنظيم داخل الملعب الضغط على دفاعات ضد يعني كان فريقهم يعني كان فعلا ممتاز كمستوى يعني تشوفه مو نفس مستوى كان اللي بداية الموسم لعب فيه الحين تحس أن مستواهم كل ما له قاعد تمام الجوله الثامنه القادسيه والنصر 6-0 الجهره والساحل 2-1 للساحل وهي تعتبر مفاجاه الكويت والعربي 1-1 كاظمه والشباب 3-0 الفاحيل وخيطان 2-0 ليرموك وصليبيخات 2-1 الجوله الثامنه اعطيناها حقها نروح الى التقرير القادم التقرير القادم يتعلق في موضوع الوسط الرياضي بالفتره الاخيره وهو استاذ جابر هذه التحفه الفنيه اللي احنا نفتخر فيها مؤخرا في زياره للوزراء شباب العرب أشادوا بالتقنيات اللي موجودة في هذا الاستاد رائد الشمر وكاميرا برنامج بين شوطين كانت موجودة هناك بعد التقرير لنا حديث أكيد أخيرا وبعد غياب طويل سيارة استاد جابر الدولي النور في 18 من هذا الشهر بحادث عالمي نظرا لأسماء عالمية ستمثل منتخب نجوم العالم إلى جانب نجوم الكرة الكويتية فبرعاية أميرية سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سيكون الحدث في المستوى مع خلية النحل للجنة المنظمة لافتتاح استاد جابر باحتفالية ستكون مرتقبة من خلال مباراة كروية عالمية يقودها المدرب الوطني الجنرال محمد إبراهيم وفي الطرف الآخر المدرب العالمي المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليكن بذلك العنوان العريض لهذه المباراة راح نلعب إن شاء الله راح نلعب وراح نلعب في استاد جابر راح نلعب في استاد جابر تاريخ 18 ديسمبر 2015 بمشيئة الله سبحانه وتعالى من هذا الموقع ومن خلالكم نعلن بأن الفعالية الرياضية الكبرى ستقام في هذا المكان في يوم 18/12/2015
التفاؤل الكبير بقرب افتتاح استاد جابر الدولي عاشه وزراء الشباب والرياضة العرب في جولة ميدانية جاءت على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب والذي تحتضنه الكويت. فالوفود استمتعت بمرافق الاستاد وتجولت بقيادة معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. كل هذه الجهود بجهود الجامعة العربية ومكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تم الاتفاق على تزكية دولة الكويت لرئاسة لجنة لوضع استراتيجية لمدة 3 سنوات. هذه الاستراتيجية سوف تعرض في شهر أبريل إن شاء الله على المجلس الوزاري للشباب والرياضة العرب. أتمنى إن شاء الله أن تساهم الكويت من خلال أيضا ما تم توقيع عليه من اتفاقية للتعاون الشبابي مع الأمم المتحدة. هذه الاتفاقية سوف يكون لها إن شاء الله الدور الكبير في ربط الرعاية الشبابية وتطويرها في الأمة العربية وفي الدول العربية مع الكويت، لأن كما دائما احنا ذكرنا الأمة العربية عمق للكويت والكويت عمق لها، فبالتالي لابد أن نتعاون. زيارة استاذ جابر من وزراء الشباب والرياضة العرب أبهرت الجميع بهذه التحفة المعمارية. إلى جانب ذلك شهدت أيضا هذه الزيارة حلقة نقاشية بين المجموعات الشبابية من مختلف الدول العربية ومعالي وزراء الشباب والرياضة العرب. حقيقة من أفضل المنشآت الرياضية اللي الواحد شافهم، وتصور أنها بتكون هي منشأة يعني على مستوى عالي من الكفاءة وبالجمالية، وبهذا الصرح اللي نحن اليوم شاهدناه نقول لكم لأهل الكويت ونقول لأنفسنا ألف مبروك. هي البرنامج كان حافل جدا، كان اجتماع المكتب التنفيذي الصباح وكانت مقترحات مهمة بشأن إرساء استراتيجية جديدة للشباب العربي، وشكلنا لجنة يترأسها الشيخ سمو الشيخ سلمان وإن شاء الله أعمالها تكلل بالتوفيق. ثم كان هناك لجنة ثانية يترأسها الدكتور سامي المجالي أيضا بشتعنا بشأن حملة عربية لمقاومة العنف والتطرف والإرهاب. إذن العد التنازلي لافتتاح استاد جابر الدولي انطلق رسميا في انتظار مشاهدة احتفالية مميزة لهذا الحلم الذي يعد مفخرة للرياضة الكويتية مهما مرت عليه الظروف والصعاب وإن طال أمده، وتبقى الرسالة مفتوحة للجميع للاستمتاع بافتتاح استاد جابر ومشاهدة نجوم عالميين حتى وإن اعتزلوا لكنهم رسموا خارطة الإبداع الكروي للعبة الشعبية الأولى في العالم. راد شمري لبرنامج بين الشوطين. مشكور راد شمري على هذا التقرير. راح نلعب شعار افتتاح استاد جابر، راح نلعب التقنية الموجودة سامي الحشاش، التقنية اللي موجودة التقنية الأعلى يعني أكثر تطوراً في المنطقة على الأقل. فإحنا فخورين رغم تأخر الافتتاح لكن إحنا فخورين بهذه الإمكانيات. نعم، يعني اليوم الأستاذ بالأمس كان حلم واليوم أصبح واقع، يعني الأمانة والله الأمانة يعني بتوجيهات من صاحب السمو الأمانة، يعني بعد الموضوع اللي صارت والضجة اللي صارت على الأستاذ صار لفترة، كان هناك في توجيهات من صاحب السمو سمو رئيس مجلس الوزراء، وبعدها طبعا سمو رئيس مجلس الوزراء اعطى التعليمات اللي لمعالي وزير الاعلام وزير الشباب والرياضه الشيخ سلمان وزير الدوله للشباب الدوله للشباب والرياضه. الامانه يعني بداوا الاخوان يشتغلون، يمكن احنا ما نحس فيهم، كان في شغل على طول اليوم 24 ساعه، يمكن صار لهم اشهر، يمكن 3 أو 4 شهور لما انجزونا وشفنا الملعب. الامانه للواحد يفتخر، وده يكون يعني ودنا احنا نكون نرجع لورا ونلعب في الاستاد هذا. التقنيات اللي موجوده فيه يعني بعد الشرح اللي يمكن وضح لنا اياه. لك كرسي انت هناك؟ لي كرسي. ايش هو؟ تبي؟ احسن من هالكرسي هذا. ها؟ احسن من هالكرسي. قيمه؟ قيمه؟ طبعا اكيد يا احمد. طبعا ما في اجود من ذاك الكرسي. لا طبعا انت اليوم لما يكون لك كرسي والناس ما زالت يعني يمكن هذه بادرة طيبة من الإخوان سواء كان بالاتحاد أو من الإخوان من الهيئة حاليا
لما صار كلام ان هل الكراسي هاي راح تكون موجوده، قالوا لا راح تكون موجوده، واللي يعطي للبلد لابد ان نعطي، وهذه مبادره طيبه. واحنا كلاعبين صراحه الامانه لما شفنا البادره هذه ما يشكرون، انت تقول خير الزمن فيك ما شاء الله مجال، يعني ما يخالف، ما في مجال، والله في مجال في مجال في مجال والامانه يعني اليوم احنا يمكن ما راح بس نقول هالاستاد هذا، نتمنى ان يكون في عندنا كذا استاد موجود في حتى لو في المحافظات خير بكبار ان شاء الله. طبعا احنا اليوم لما قاعد نتكلم ابو ابراهيم نقول احنا والله تشوف الدول اللي حوالينا اليوم انا ما ابي اسوي نفس الدول اللي حوالينا، ابي اسوي احسن صح. عشان انا اتطور صحيح. صح لازم يعني محمد كلام ابو محمد الكابتن سامي الحشاش انه وده يرد فيه الزمن عشان يلعب بهذا الملعب، ما راح يرد الزمن اكيد يعني، وين يرد العمر ما شاء الله فوق 70 اعتقد بس 72 لا 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 انا بودي محمد الملعب هذا بس انزل الملعب اشوط الكره ابو شريد بشريد المشارك تفضل اقول انا ودي يرد فيني الزمن، ودي بس البس انزل الملعب اشوط الكره واطلع خلاص طلبك مجاب يا ابو شريد. محمد الملعب هذا مستقبلكم انتم الشباب بهذا العمر، ان شاء الله هذا الملعب اللي باذن الله راح تكون متواجدين فيه وتلعبون، واخيرا ملعب ها حقيقي الواحد يلعب وينزل فيه، ارضيه هل التقنيه الموجوده، هل المدرجات، الامور الطيبه. محمد مرن فيه ويا المنتخب حماسك ها مرن فيه ويا المنتخب هذا كلمني يعني انت ان شاء الله هذا مستقبلكم بيصير في هالملعب هذا طبعا ان شاء الله مشتاقين تلعبون مثل هالملاعب اكيد الواحد كل واحد يتمنى يلعب باستاد مثل استاد جابر طبعا صار له سنين يعني الحين تم بيتم افتتاح ان شاء الله، ان شاء الله يكون استاد من افضل اعتقد من افضل الاستادات اللي بالعالم اذا ما متاكد يعني لعبت فيه من قبل انا ارضيته جميله ان شاء الله يكون شيء حلو للكويت. يفرق معاك تلعب ملاعبنا الحاليه ما راح اذكر اي لا لا ما يخالف ما اتكلم عن الارضيه زين واخذ الارضيه انا اعتقد جاوب هم خلاص جاوب الارضيه بين ترده فعله الارضيه وقول لي ايه غير الارضيه ها الأجواء يعني نفسها الملعب نفسه الأمانة يعني شيء جميل وشيء كبير حرام ما يكون ما يتم افتتاحه. أنا ما أقول لك هو جميل ولا مجميل. إحنا متفقين كلنا أنه جميل التغنيات ولا التغنيات، أنا أتكلم أنت كلاعب وموجود يعني في استاد كبير بحجمه ضخم نفس ما أنت تقدم كأداء نفس بملعب عادي الموجودة بأنديتنا الحالية المدرجات العادية المتهالكة القديمة لا الأمانة يعطيك يعني؟ حافز تشوف الملعب ترتاح نفسيا تشوف الأرضية ترتاح طبعا أنا أغلب أرضية ملاعبنا المفروض ما تلعب فيها كرة قدم بالأساس صحيح. يعني من أفضل الملاعب الموجودة حاليا الكويت كاظمة العربي والشباب. أنت تتكلم على الأرضية إيه الأرضية. الأرضية أنت يعني أنا موازيا لسؤال إبراهيم شنو يفرق يا اللاعب يفرق يا اللاعب المنشأة ولا الأرضية يعني إذا كنت منشأة وأرضيتها مو الارضيه لا الارضيه تفرق تفرق الارضيه وياك تفرق باللعب فاذا ياك شيء نفس استاد جابر ارضيه ومنشاه هني شو تحس هني اكيد دش دافع مرتاح تلعب مرتاح وانت تلعب تشوف استاد جميل يا اخي ملعب حلو شيء مرتب ترتاح نفسيا حتى وانت تلعب ترتاح يا اخي حتى الاصابات الاصابات اكيد اغلب اصابات لاعبينا بالارضيه يعني وش يريد انت بتلعب ها بالاستاد جابر ودك يعني شلون ما حطوا اسمي بالش اسمه شلون ما حطوا اسمك؟ موجود موجود انت 36 لاعب مفروض لا من الجيل الذهبي انت بالجيل الذهبي الحين نقدر نسميه جيل الوسط جيل الوسط هو الجيل المظلوم انا اسمه جيل الوسط جيل الوسط انت جيل المظلوم مين؟ الحمد لله على الكلام يكفي اني انا لعبت مع معظم الجيل الذهبي يكفيني هذا الشيء شلون تشوف استاذ جابر؟ شوف ابراهيم اول شيء استاذ جابر يعني استاذ يعني اسم عزيز علينا باسم الشيخ جابر الله يرحمه يعني الكل كان يتمنى يكون عندنا مثل استاد ابراهيم احنا قبل ما نروح دول الخليج ونشوف ندش ملاعبهم كنا نحلم نقول ليش احنا ما بالكويت ما يصير عندنا نفس الملاعب هذه والان اصبح الحلم اصبح فعلا اصبح حقيقه والكل مستانس احب انا اشكر الحلم اصبح حقيقه اخي حتى كلامك تغير اي والله جد خلت حكي بالواقع خل الحين بدا اذا تبي النجره روح حق النجره ما راح فيعني اشكر انا الشيخ سلمان وزير الاعلام وزير الشباب
واشكر الشيخ احمد المنصور مدير الهيئه على جهودهم الجبار اللي قاموا فيها خلال الفتره هذه اللي سووا الخلل بالملعب وعشان يفتتحونه، وهذه بادره حلوه وكل الكويتي كان يتمنى هذا الشيء. نعم. وان شاء الله الحمد لله يوم 18 نبي نلعب وراح نحضر الملعب ان شاء الله. طيب الله. انا جاتني معلومه ان جميع اللاعبين اللي مثلوا الكويت من الستينات مدعوين لحفل الافتتاح، هذه الدعوه جاتني مباشره، فانت يعني مدعو مو انك تلعب لكن مدعو انك تفتتح هذا الصرح الكبير والغالي على قلوبنا. انا راح احضر بدون دعوه. هذا بادره طيبه منك، لكن البادره ايضا كريمه من الاخوان في الهيئه في هيئه الرياضه ان دائما نوع من الوفاء. بغيت اقول هالنقطه هذه يعني الامانه كل الشكر للاخوان بالهيئه وعلى راسهم طبعا معالي وزير الاعلام ووزير الشباب والرياضه الشيخ سلمان والشيخ محمد عبد الله، كانت في بادره منهم ان اللاعبين اللي انجزوا للبلد السابق أن يكون كلهم مدعوين. وأنا الحقيقة يمكن الدعوة حتى ما جاتنا كل ككتاب، بالعكس اتصال شخصي من الدكتور حمود فليطح قال الإخوان طبعا بلغوني أن اتصل عليكم، وهذه بادرة يشكرون عليها الإخوان في الهيئة على الدعوة. وإحنا واجب طبعا أن إحنا نكون متواجدين إن شاء الله. وصلتني من الدكتور حمود فليطح يعني أكد عليها. نعم. هي نوع من الوفاء والإخلاص. نعم. لجميع من مثل الكويت في من الستينات. بس هو تساؤل يمكن أنا ما اتجهنا للأكاونت في تويتر، لكن هو تساؤل خاص صراحة. أحد الأخوان أخونا أحمد الفضلي يمسي عليكم بالخير ويقول أتمنى السؤال للأخوان في الهيئة، مباراة نجوم الكويت والعالم باستاد جابر راح يكون فيها تذاكر للمعاقين ولا مجانا مع مرافقين؟ هم نتمنى هذا التساؤل أيضا إن شاء الله. في محله أعتقد عاملين حسابهم. نعم. عزيز نعم. تأخرنا عليك، لكن أكيد كل الكويتي مو بس داخل الاستديو، كل الكويتي له كلمه وله شعور في هذا الافتتاح. طبعا شوف التوجه السامي اللي قام فيه سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد باعطاء الاوامر في افتتاح استاد جابر في هذا التوقيت هو اكبر تكريم لنا احنا كرياضيين. قد يكون احنا منذ 16 اكتوبر ما عشنا الفرحه من قرار الايقاف، صعب جدا ان احنا نعيش في هذه الفتره دوله لها رجالها ولها تاريخها الرياضي أن يتم إيقافها في 5 سنوات 3 مرات، أعتقد هي إساءة ليس فقط لنا إحنا كرياضيين، هي للكويت كلها. لما يجي سيدي حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه يعطي التوجيه السامي بالافتتاح في هذا التوقيت، يجب أن نقف عند التوقيت هذا 16 أكتوبر قرار الإيقاف، 18-12 هو قرار الافتتاح الأستاذ جابر الله يغفر له ويرحمه. طبعا اللي راح يشوف الحفل هذا يشوف مدى الجهد المبذول سواء كان من معالي الشيخ وزير الشباب سلمان الحمود ووزير الإعلام الشيخ أحمد المنصور، الطاقم اللي معاه، الوكلاء اللي معاه، أيضا الجهد المبذول اللي قاعد نشوفه الآن في ملاعبنا. إذا احنا شفنا ملعب العربي أنا يجب أن أعرف أن في هيئة قاعد تشتغل. أنا لما أتكلم الكلام ما هو مدح في الهيئة، ولكن عندما تنجز الهيئة يجب أن الجميع صحيح. يمدح، وعندما تخفق الهيئة علينا أن احنا نتكلم بهدف النقد البناء. لما أنا أشوف ملعب الكويت وملعب العربي لابد أني أنا أقف عند هذه الملاعب. أنا شفت ملعب العربي، ملعب العربي يمكن من 2007 ما صار في هذا الجمال وفي هذا الروح داخل الملعب. يعني ملعب حي داخل، لما تشوفه تقول إيه هذا ملعب كرة أنا أقدر ألعب عليه. لما أشوف ملعب نادي الكويت بهذه الجودة أقول إيه هذا مو لما أنا أطلع برا. شوف أنا اشتغلت في المنتخب 5 سنين كان لاعبيننا وأولهم بدر المطوع. لما ندخل الساد كنا نستعجب كأنه مو شايفين. الآن الحلم اللي قاله أبو محمد أصبح حقيقة. الآن هذا يعني هذا الأستاذ خالص لنا إحنا ككويتيين، من حقنا إن إحنا نفرح، من حقنا إن إحنا بعد ما نبالغ بالفرحة. تدري ليش؟ الأهم هو
إزالة القرار مال اللي صحيح. حتى تكتمل الفرح. الكل يسعى، لكن النقطة اللي قلتها وايد مهمة، من يعمل ويجتهد يجب أن نسلط الضوء على جهده، ما ننتقد فقط من أجل صحيح. النقد. الحرقة اللي تكلمت فيها أنا 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 حسيت فيها، حسيت شلون الواحد لما يشوف مثل هذه التحفة الفنية يفتخر فيها. أنا أعتقد هو مجهود يجب، عزيزي إذا سمحت لي، يجب أن نشيد ونشد على إيد الأخوان في هيئة الرياضة، من أخونا سعادة الشيخ أحمد المنصور الوكلاء المساعدين، أخص بالذكر الدكتور حمود فليطح والدكتور جاسم الهويد، وسعادة الشيخ حمود المبارك، أحمد خزعل، ما أحمد بينسى أحمد خزعل رغم اختلافي السابق وياه، لكن اختلاف عمل ورجل أنا أشيد وشد على إيده، خصوصاً أنه انتقل من مرحلة الرياضة إلى مرحلة الشباب، لكن يخدم الكويت، والعمل هو تواصل، سلسلة من التواصل، فأنا أشد على إيد الجميع. مثل ما اختلفنا بعض الأحيان على أمور سلبية، أمور كانت فيها بعض المعارضات منا أنها خطأ، اليوم نشد على إيدهم ونقول كفيته ووفيته ووعدته وحققته اللي وعدته الجماهير فيه. وأيضا النجوم اللي احنا نشوفهم بالتلفزيون راح نشوفهم أمامنا لايف، وهذا شيء يعني لتاريخ لعيالنا ولنا احنا شخصيا. إبراهيم اليوم لما قاعد تكلم في عزيز، لما نشوف المنشآتنا بهالجمالية هذه صارت، يعني الأرضيات وهذا، هل اليوم في أصبح في شخص صاحب قرار فعلا؟ الامور هاي ما كنا نشوفها بالسابق للامانه، لله الحمد. الحمد لله نتفائل ان شاء الله، نطلب منهم اكثر وقت نتفائل كلنا طبعا، الحمد لله اهم شيء نتفائل. اعطونا فاصل ونرجع مره ثانيه. اضحك يعني يمكن عقب الفاصل شفنا مع بعض، لأن الكثير من الأسئلة قاعد توصلنا شلون نشارك معاكم، إذا كانت هناك مشاركات من خلال أكاونت البرنامج في تويتر، أعتقد من قبل شوي كان واضح أكاونت البرنامج في تويتر BSKTV3، هذا موجود اللي حاب يتساءل معانا. وأيضا التواصل الاجتماعي مهم، تواصل مهم إلا حق أبو محمد. لا لا الكل هو متابع جيد، بس ما يتواصل مع الجمال بتويتر. ما لا لا لا. بس يعرف يوصل له. أنا ما بيوصل. ما تبي يوصل له؟ بيوصل. زين بنشوف. في معلومة ما نتكلم عن التواصل الاجتماعي، في معلومة وصلتني في التواصل الاجتماعي. أيضا إكمالا للمعلومات اللي قلناها عن الهيئة وعن الأخوان في الهيئة، في لجنة من مكونة من الدكتور حمود فليطح والدكتور جاسم الهويدي للاتصال شخصي باللاعبين القدامى، نوع من التكريم والتواصل بالحضور. الاتصال الشخصي، قاعد نتكلم رغم كل المشاغل ورغم كل الالتزامات والامور صح. المتعلقه في الافتتاح، لكن اصروا على الاتصال نعم الشخصي. وانت قلت الموضوع هذا وحسيت انا اتصل فيني الامانه، يعني اتصال شخصي. والدكتور حمود فليط الامانه، انا يعني كذا لاعب قال لنا فعلا الدكتور حمود قاعد يتصل فينا والاخوان مفوضينا في الامر هذا، قال احتمال يمكن يكون في تجمع قبل المباراه بيومين بالنسبه لنا احنا كلاعبين، واحنا الامانه بالشوف اللي يمر علينا. محمد سمعت باسماء اللاعبين اللي بيحضرون؟ لا والله ما سمعت. ما متابع كلش. بيرلو، جيرارد، حبيب الكل، جيرارد اكيد اسامي كبيره، سكولز يعني يعني بتقول جيرارد بقول سكولز يعني بوتريكا مثلا عربي، نجوم نجوم كنا نطمح بس نشوفهم، الان هم يعني في متناول الجميع، موجودين في استاد جابر. طموحك انت انك تكون موجود، راح تكون موجود، من اللاعب اللي انا بقول لك الاسماء وقول لي على ما تجاوب، بقول لك الاسماء وشوف لي اذا في لاعب انت معجب فيه ما ادري عاد، بس قول لي شعورك، شت راح تكون موجود هناك؟ طبعا اكيد كل لاعب يتمنى يلعب هالمباراه، واعتقد اي لاعب بالكويت يتمنى يلعب قدام لاعبين اساطير مثل اللاعبين اللي اعتقد راح يجيبونهم. وطبعا انا ماني حيل اتابع بالرياضه للامانه، ماني متابع جيد للرياضه. ما يخالف، خليني اوظف الموضوع بمعلومه عيل، خليني اقول لكم اللي راح يجون: ديلبيرو، رونالدينو، زامبروتا، بوتريكا، سالجادو، سكولز، فيجو، بيرلو، ديكو، بويول، نيستا، كاراجر، جيرارد،
شفت سكرت اللي جاي سكرت لا والله سكرت الموجود لا اشوفه لا اشوفه لا اشوفه كلهم اساطير مثل ما قلتهم بس الامانه اللي يعجبني منهم رونالدينيو اكيد شيء طبيعي رونالدينيو اهم يستاهل الساحر يستاهل 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 عندنا فقرة راح تكون معنا بايول وياهم بايول موجود أسد لازم هذا قلب الأسد يا أبو بايول أنا ليش أحبه أحب الروح الموجودة فيه أنت تحبه أحب الروح الموجودة الروح الموجودة فيه خالد تحبه طبعا بايول أوف لاعب أكو أحد ما يحبه الروح الموجودة فيه ما هي طبيعية لا لا ما في طيب نكمل موضوعنا سلايتات عندنا فقرة راح تكون موجودة معنا إن شاء الله بكل حلقة من بين الشوطين تكلم عن نجم معين عاد نجم قديم نجم حالي نجم شاب لكن راح نأخذ بروفايل شاب أنا لما قلت نجم ماضي وقديم ممكن تكلم نجم شاب مولك فهم لا وتستاهل أكيد محمد هذه الفقرة راح نتكلم من خلال تقرير عن أحد النجوم وأنا أعتقد اليوم البروفايل اللي راح نتكلم عنه عن لاعب مهم وممكن نقدر نسميه واحد من أساطير الكويت أنا واحد أصنفه من أساطير منتخب دولة الكويت من أساطير الأزرق اللي هو الكابتن والمرعب بشار عبدالله وهذه الركنية وهذه إبعاد وهذه الرئيسية ولكن فول الله جول الله جول يا الجول يا الجول السالمية تعادل عن طريق الخبرة الخبرة هو بشار عبد الله عبد الله بشار عبد الله حطها يعتبر بشار عبد الله علامة مهمة في تاريخ الأزرق وأحد أفضل المواهب التي أنجبتها الملاعب الكويتية إذ برز مبكراً بنبوغه الكروي في عام 1994 وسط نجوم كبار كما يعد من أذكى لاعبي الكويت بثقافته الواضحة داخل الملعب ووجوده المؤثر للغاية سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي ارتدى فنيلاتها بشاردو هو الاسم الذي يحب أن يناديه الجمهور به وهو من مواليد 12 من أكتوبر عام 1977 وانضم للجيل الذهبي الثاني الذي قاد الكرة الكويتية أواسط وأواخر التسعينيات فأعاد لها هيبتها وقاد بشار المنتخب الكويتي للفوز بكأس الخليج بنسخته 13 و14 عامي 96 و98 قبل أن يعلن اعتزاله اللاعب الدولي في عام 2005 بعد خروج الأزرق من تصفية كأس العالم في عام 2006 وقد دخل بشار عبدالله النادي المئوي بخوضه 132 مباراة مع الأزرق وسجل فيها 57 هدفا هنا ناحية الشمال يلعبها لعادل يوسف يلعبها له توصل لبشار بشار هو الجول بشار هو الجول شدة المباراة جول 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 وضع المباراة يقول إن شدة المباراة وفيه هدف لصالح أيضا السلمية هدف وجول حلو من بشار مع جبريل جبريل هو الجول توصل لعادل يوسف خطرة بشار جول خطرة وجول والسالمية يسجل من ضربة من كرة أيضا عكسية بشار اللي غير فيه أيضا مدرب الفريق كرة السالمية الهدف الثاني قلت لك إذا يقدر يسجل من كرة عكسية سريعة أربع لاعبين ضد ثلاثة بشار عبد الله لكرة الله لكن جول جول الأول ومشاري فحان أمامه يحاول يتخلص فرج لعبها خطرة جول كرة فيها تفاهم بين ثنائي هجوم السالمية فرج وكمل أشوف يعني شفنا مع بعض البروفايل الخاص لبشار عبد الله نجم كبير واعتقد من افضل من نتكلم عن بشار بالحلقه ابو محمد بشار يعني عاصرت هذا اللاعب يمكن ببداياته وبنهاياتك الرياضيه اذا جاز لي التعبير طبعا
طبعا دون شك بشار عبد الله يعني احد اساطير الكره الكويتيه. بشار عبد الله نجم تالق بمعنى الكلمه، سواء كان داخل او خارج الملعب. قليل جدا انك تجد نجوم بهذا الالتزام. يعني شوف بشار، انا في 94 في اول لعبه لما دخل علينا في مباراه خيطان بعد اصابه باسل عبد النبي، حتى اعتزالي المباراه امام العربي، بعد ذلك ضبيت الى الجهاز التدريبي ودربت بشار. بشار لاعب بكل المقاييس. انا في رايي بشار، بدر مطوع، نهير الشمري، هؤلاء اللاعبين صعب جدا ان يرجعون. انا اقصد في من التسعينات وفوق. لا أتكلم. انا باخذ معك اكثر ابو محمد، ما يخالف. اذا قلت من افضل خمس لاعبين تاريخ كرة القدم الكويتية، اقدر احط بشار بينهم؟ شوف، هو صعب جدا انك انت تصنف على هذا الشيء. يعني اذا انت كنت تبيها احراج؟ لا، ما هي احراج. انا مستني. انا ما بيك تصنف لي الخمسة ابو محمد. لا، انا اقول انا اقول لك هل بشار يكون موجود؟ شوف، بشار 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 يعني نجم بكل المقاييس. انا يمكن بشار لعبت معاه داخل الملعب، لكن او مو من اني دربته. لكن مو من ضمن تسمح الخمسه. تسمح لي ودربته. ما يخالف. لا، قد تكون العاطفه تجعلني اكثر ان انا اضع، لكن بشار نجم اسطوري مع اخوانه. انا لن اقول انه هو في مصف فيصل او جاسم، عفوا. لا، ما راح اقول كذي، لان هؤلاء النجوم لهم وقتهم. ولكن الان انا اضع يعني بشار، نهير، بدر المطوع. بالطبع هؤلاء يعني بعد الفترة الذهبية. وكل لاعب له ستايل. نعم. يعني شوف بشار. نعم. طيب نكمل الموضوع عن بشار بعد هذه المداخلة الهاتفية من دكتور حمود فليط، نائب المدير العام للرياضة. حياك الله وسعداء بتواجدك يانا دكتور. يا مميز، ويمكن تميزك سمعته من خلال إشادة الجميع في الاستديو. حياك الله يا دكتور. الله يحفظك اخوي ماهر، مساك الله بخير، والاخ محمد. هلا وضاري. وعلى ضيوفكم الكرام، يعني الاخ سامي الحشاش وعزيز الحقيقه. مساك الله بخير. الحبيب ذرب عزيز صراحه، ما شاء الله. الله يسلمك. وطبعا خالد شريده اول مدعوين، يعني ما يبي له، لان خالد صاير بين لجيا وصاير بين جيلين. يبي يلعب وضاري. ضايع بينهم. يبي يلعب. والله يلعب. باكر يجيب اللبس يلعب. اي باكر ممكن 18 الجماهير ما راح ترد. وضاري يلعب بروحه. طبعا ضيفكم الشاب الحقيقه محمد الفهد. اي نعم. انا يمكن اتابعه ساعات، اتابع القادسيه من شفته، يعني اول ما بدا ما شاء الله، يعني يلفت نظر الواحد بسرعه، يعني بمهاراته، ويعني دائما اللي يلعب لي اليسار يكون مميز صراحه. لاعب مهاري صراحه، حيل مهاري. طيب دكتور، احنا نشكرك على مداخلتك بهالوقت هذا، اكيد رغم انشغالك، بس الفكره اللي بنتكلم عنها يمكن باقي الافكار ناقشناها، لكن فكره التواصل من خلال لجنه حضرتك والدكتور جاسم الهويدي بالاتصال شخصيا، هذه فكره وبادره تشكرون عليها. نعم. شوف، احنا طبعا اللجنه المنظمه، احنا الان في لجنه منظمه يراسها الشيخ محمد عبد الله المبارك. والحقيقه من ضمن النقاط اللي ناقشناها انه يجب ان يتم دعوه اغلب اللاعبين القدامى عبر الاجيال، يعني من بدايه خلينا نقول الستينات الى الان. طبعا المهمه يعني ما هي سهله، يعني تدري من ذيك الفتره الان تقريبا 6 أو 7 اجيال مرت صراحه، اذا بنتكلم يعني خلينا نقول. فيعني صار تكليف. يعني الان مثلا الاخ جواد مصيد على سبيل المثال كلمته، قلت له جواد، يعني الناس اللي في جيلكم اللي في فتره الستينات اللي الله مطول باعمارهم موجودين، ودي اتكلمهم. مثلا انا الجماعه اللي بكاس العالم كلمتهم، جاسم الهويدي مجموعه، كلفنا وائل سليمان ايضا يكلم مجموعه، يعني كل الشباب يعني اللي نعرفهم، اللي خلينا نقول نعتقد ان لهم علاقات مع زملائهم القدامى، قاعد يتكلموا. فبالتالي حريصين، وانا يعني ليش يعني تعمدت ان ادش معاكم مداخله، يعني ايضا من خلالكم انت اليوم جهاز اعلامي، ويعني اكيد متابع من قبل كل الرياضيين. انا اقول دعوه لجميع لاعبين المنتخب، يعني لاي لاعب مثل المنتخب اهلا وسهلا فيه، نتشرف. يعني اعتقد اغلى تكريم نقدمه لاي لاعب، يعني بذل يعني نزل منه، يعني لو نقطة عرق لمصلحة البلد، احنا نقول له يفترض انه يكافئ في وجوده على الاقل في هذه المباراة. صحيح. طبعا يمكن ايضا سألت مساء على موضوع
طريقه الدخول او غيرها تدول المباراه. لا كان كان دكتور ما يخالف بس هذا السؤال عن طريقه الدخول. كان احد الاخوان من ذوي الاحتياجات الخاصه كان عنده تساؤل ان هل الامكانيه وطريقه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم اماكن محدده يعني مثل هذه الامور توضيحيه لا اكثر ولا اقل. راح يعلن احنا الحقيقه عشان تكون بصوره راح يعلن الان يعني خلال الايام القادمه بعض الاجراءات فيما يتعلق في موضوع الاخوان ذوي الاحتياجات الخاصه. اكيد يعني وجودهم ضروري. احنا نتوقع الحقيقه راح يكون هناك يعني تواجد كبير من الجماهير. راح تكون ايضا في خطه امنيه راح تنشر من خلال وسائل الاعلام. راح تكون هناك اماكن مخصصه للباصات في نظام الشتل اللي هم ياخذون الناس من مواقفهم الى الملعب. يعني كل هذه الامور راح يسلط عليها الضوء خلال الاسبوع القادم باذن الله. طبعا بس في معلومه انا فضل. يعني فضل. طالما انت تتحكون عن بشار ترى من حبايبي بشار عزه واجد لاعب حريف وتاكدوا من هالمعلومه خلوها موضوع بحث عندكم. اللي حسب ما اعرفه ان بشار عبد الله اكثر مهاجم سجل بالمنتخب يعني مع كامل تقديري لجاسم عقوب والدخيل والعنبري. اللي اعرفه ان بشار عبد الله اكثر مهاجم بالمنتخب سجل المنتخب. عزيز حماده عنده معلومه بالموضوع هذا. عزيز ما بشار لعب 132 مباراه دوليه سجل 57. لو كان مستمر بعد إيقاف 2005 كان راح يكسر الرقم. كان يكسر الرقم سواء كان بالمشاركات الدولية أو في عدد الأهداف. عموما مشكور يا أبو ضاري. كل شكر للدكتور حمود فليطة أبو ضاري نائب المدير العام. مشكور يا أبو ضاري العام للرياضة. في بعض التساؤلات قبل أن أخذ تويتر هم في تساؤل موجه حق الجانب اليمين ماهر وراح يرجعونا للجزء الأول من برنامجنا الحديث عن الدوري ولو بشكل بسيط. ناخذ الفاصل وبعد الفاصل في سؤال راح يتوجه هناك. الرد حق هذا التساؤل بعد الفاصل اللي شفناه تساؤل وصلني وتساؤل مشروع والأخوان الكابتن عبد العزيز حمادة والكابتن خالد الشريد تكلموا في موضوع قرار تقليص المحترفين. يعني الكابتن عبد العزيز حمادة يقول أنه يضر نادي السالمية، الكابتن خالد الشريد يقول هم ضر نادي الكويت، فبالتالي في طرف ثالث أيضا منضر. أخوي عبد العزيز البسام يقول تعقيب بسيط على موضوع الأندية المتضررة. للعلم القادسية ثلاث محترفين ومحمد راشد وأحمد الرياحي ويوسف السعود، العدد ست لاعبين يمتلكون نادي القادسية. فبالتالي يعني لا نأخذ جانب والله الكويت المتضرر الوحيد، السالمية المتضرر الوحيد، أيضا القادسية موجود حتى لو كان هناك تلميح أن القادسية هو المستفيد الأكثر من هذا الموضوع. هذا كابتن بوشريد. بس الثلاثة اللي ذكر أساميهم مو نفس يلعبون أساسيين نفس فهد العنزي ونفس أحمد حسام. مو مؤثرين يعني مو مؤثرين على الفريق. على أي أساس تحكم يعني أن هذا مؤثر ولا غير مؤثر؟ يعني الفريق الحين صالح الحين يلعب ثلاث سنوات ما في عنده لاعب يلعب غير واحد الجنسية إلا هالسنة. محمد راشد ما كان موجود بالقادسية كان يلعب بالنصر. فالحين عنده رياحي ما قاعد يلعب أساسي. يمكن ليش مو قاعد يلعب أساسي تتوقع؟ ما يلعب في القادسية عنده نجوم عنده صف ثاني وعنده صف ثالث. بس وهذا تركيزك وشريدة أنه والله نادي القادسية عنده نجوم الرياحي لو مثلا مو هذا القرار راح تشوفه أساسي يعني واحد من أبرز اللاعبين. يعني هل أنت تقارن الرياحي في فهد العنزي؟ خلينا نكون واقعيين. أقارن ليش ما أقارن؟ لا شلون تقارن؟ من أي ناحية تقارن؟ أقارنه كلاعب ممكن ما أخذ فرصته. فهد العنزي يلعب بنادي أساسي رياحي ما يلعب أساسي كم لعبة يمكن يلعب لعبة واحدة أو أنه يتبدل. لا بس
اخ ابو شهيد بس ما تقلل من قيمه اللعبة. انا ما اقلل من قيمه ليش انا اقول لك احمد راشد انت قللت من قيمته ما قللت ما كان قللت من الست لاعبين اللي ذكرناهم صح عند كلام محمد راشد ما قاعد يلعب اساسي بدايه الدوري ما قاعد يلعب اساسي يعني كل الثلاثه اللي ذكرهم تمام. ما قاعد يلعب بس وشريد ابو شريد يعني احنا نتكلم قلنا المنظرين ترى الانديه كلها يعني مو بس الكويت انت تقول مثلا عن لاعبين قادسيه مو مثل فهد عند بالنسبه لهم هم عندهم لاعبين مهمين طيب مثل ما يكون عند لاعبين الكويت مهمين هم عندهم نفس الشيء مهم ضررين مهمين وياك بس مو مؤثرين على الفريق يمكن بالنسبه لهم انا هذا اللي اقصده مو مؤثرين على الفريق في لاعب مثل محمد راشد صح انا اقول يوسف يوسف الحين ما قاعد يصعد معنا بسبه القرار هذا اسمع الموسم اللي طاف كان يلعب اساسي زين احنا في لاعب عفوا احنا عندنا لاعب احنا عندنا لاعب من افضل اللاعبين محمد فهد تكلم جماعة سمعه بس خلينا ننظم الحوار خلينا ننظم الحوار الان سامي شنو تتالق تعليق اخي احنا عندنا كان لاعب لبناني من افضل اللاعبين راح اعطيناه اعاره ما نقدر يلعب بالنادي محمد هم ضريحي ومحمد راشد المفروض يلعبون بس القرار مؤثر عليه اختم لي الموضوع خالد اختم لي رايك انا لحن عند رايي الفريق الوحيد المنظر قاعد اقول لك الفريق الوحيد المنظر هذا الكويت يا جماعه ما عندنا وقت وعندنا تقرير مهم عن الجوله القادمه بال لا تسالني اذا عندك وقت لا خالد بس كم مره عدت نفس الجمله كم بس خلاص اوكي كمل لا مو تقول تمشي عدت ثلاث مرات ما يصير عزيز ساكت لو عزيز قال لك عزيز ساكت انت سالتني ورديت عليه بردان ثلاث مرات عدتها الجمله نفسها ثلاث مرات تفضل اوكي زين عبد الله اول حلقه تفضل نروح على الجوله القادمه من كاس سمو الأهلي يدرك العربي حامل لقب كأس سمو ولي العهد لكرة القدم أن مهمته لن تكون سهلة إطلاقاً أمام السالمية في إطار منافسات ربع النهائي ويبدو الأخضر بعيداً عن الفريق الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب العميد وعاش العربي فترة من انعدام التوازن الفني بعد أن قرر الجزائري كريم مطمور الرحيل مطلع الموسم لأسباب شخصية وتبعه البرازيلي تياغو للأسباب عينها قبل أسابيع في ظل عدم تقديم الجزائري الآخر أكرم جحنيط ما هو منتظر منه لكن يعول على سوري في رأس الخطيب في تسجيل الأهداف من جانبه يحتاج السالمية إلى الفوز والمضي قدما لتأكيد صورته كمرشح للمنافسة على الألقاب المحلية خصوصا أن مدرب الألماني رولف ليس في وضع مثالي وسيعمل جاهدا ليضمن البقاء في موقعه ويعتبر فريق الكويت بكل المقاييس مرشحا بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي على حساب ضيفه الاصطبخات رغم بعض الغيابات في صفوفه وتحديدا فهد عوض إلا أن مدرب محمد إبراهيم يملك الأسلحة الكفيلة بضمان التأهل على الجانب الآخر من المتوقع أن يلجأ المصري عماد سليمان مدرب الاصطبخات على الأسلوب الدفاعي إلى جانب شن الهجمات المرتدة على أمل لتحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل الجولة هذه أكيد راح نأخذها من خلال حوارنا بس أنا عندي تواصل بالتويتر إذا تسمحوا لي بس أخذ دقائق منكم فيصل عباس يقول أسأل أبو شريدة كم مهاجم القادسية عنده هالموسم الرياح سوسة وسلمون في غيرهم على أي أساس مو مهمين مرة ثانية أنت قلتها رابع مرة إجابتك أنا ما قلت مو مهمين يعني المحترفين ملاتهم الأجانب ما قلت أنا مو مهمين. تمام ما قلت أنا مو أوكي. عندي أبو دلال يقول أستاذ جابر ديوان الأمير هو من حل مشكلة أستاذ جابر وعزيز حمادة وماهر العنيز يشكرون الهيئة على شنو نشكر كل من لا يذخر جهدا لخدمة الكويت حتى لو حط عود كذي بالنهاية شفته أنت والفترة الأخيرة ستة أشهر وعدوا قالوا راح يتم الحلم بعد ستة أشهر وصار بعد ستة أشهر فنشكر الجميع ومو غريب على كل الكويت إنه يساهم وشكرا على اهتمامك على كل حال أبو دلال عندي هني يقول نادي القادسية مساعد مدرب ترك الفريق لأن ما استلم رواتبه خمسة شهور وسبب مدرب اللياقة إيه ما استلم رواتبه خمسة شهور سبب الهيئة وياك حق وراح نستفهم من هالموضوع هذا خالد النويف يقول للأسف لا نعلم ما هو سبب عدم وجود لاعب مثل بشار أو جاسم الهويدي الآن بالمنتخب أو الدوري منتخب أو الدوري
شنو اللي ناقص لعدم وجود لاعبين مثل؟ انا اعتقد ان جاسم جرب يكون اداري في المنتخب. لا هو قصد يعني لاعب بمستوى واداء قصد. لا قصد اوكي 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 انا اسف فهمت غلط. ان شاء الله موجودين. لا موجودين اللاعبين الموجودين ان شاء الله باذن الله. انا بس استاذن الكل اللي قاعد يتواصل ويانا اللي داز اكثر من تغريده ما راح اقراها كلها عشان اعطي مجال. محمد الجسار يقول مبروك البرنامج وحاط لي صوره سكيرتل. خالد وليد الدوسري يقول يوم الافتتاح يصادف الثلاث مباريات بالدوري واستبعاد اسم نواف الخالدي من تصويت علامه استفهام كبيره وهل بدر مطوع بيشارك؟ لا راح لهم مباريات بدر مطوع. عندكم فكره بيشارك؟ بدر مطوع ما عندي بالنسبه للمباريات. هي يوم جمعه والانديه طالبه ان يجدمون المباريات. تمام. محمد ندش على الجولة. هلا كاس ولي العهد ان شاء الله دور الربع النهائي دور الثمانيه ابو محمد اليوم وبكره. اعتقد الابرز اليوم وايضا بكره اقصد كاظم الغاتسيه اللي هو يوم الاثنين والثلاثه. اثنين والثلاثه شوف السالميه والعربي اعتقد ان هي المباراه الابرز. انا في رايي يعني اكثر اثاره هذه المباراه. يمكن السالميه لديه خسارة وحيدة في الدوري. الجدول صعب يعني يوم 24 يلعب أمام القادسية، يوم 27 يلعب أمام الكويت، بعد ذلك يوم 7 اللي هو إن شاء الله اليوم هذا راح يلعب أمام العربي في كأس ولي العهد، يرجع يلعب معاه مرة ثانية يوم 12. يعني المباراة 90 دقيقة هذه مات كأس ولي العهد تعتبر الشوط الأول. أقصد بذلك أن الفريق تعاقب وتوالي المباريات القويه المستويات العاليه العربي، احنا قاعد نتكلم العربي، لعب امام الكويت للتو خارج من يعتبر شبه هزيمه. اكيد اسلحه العربي يعني العربي مستعد تماما، خاصه ان يعني المباراه تحمل اسم غالي علينا سيدي حضره صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. المباراه هذه اعتقد يعني فيها واحد لازم يكون خسران، مو علشان النتيجة، علشان الظروف اللي قاعد تحيط بالمباراة. العربي عنده غيابات، علي مقصيد الله يرده بالسلامة أعتقد هو أبرز الغائبين. السالمية أيضا لديه بعض الإصابات، احنا شفنا مساعد ندى، شفنا بدر السماج، يمكن فهد المجمد عنده شد، فبالتالي السالمية داش المباراة عينه على كأس ولي العهد، وبنفس الوقت بعد 72 ساعة راح يلتقي معاه بالدوري. فبالتالي المباراة لا بعد خسارتي من القادسية شوي الفريق مهتز، ياب فول مارك في 6 جولات، خسر أمام القادسية، رجع مرة ثانية في مباراة كان الأحق أنه يفوز على الكويت. الآن استمرار وتوالي تعاقب المباريات القوية هني يبين شنو العمل اللي قام فيه المدرب. عفوا بس بصلح له شيء. ايه تفضل. خلال 72 ساعه راح يلتقي مع منو؟ عفوا في مباراه بينهم ايه خيطان وبعدين ايه العربي. بعدين تكلمنا عن المباراه العربي. شوف المباراه صعبه على الفريقين. على الفريقين. شوف العربي والسالميه تقريبا يمتلكون نفس الخطوط سواء كان بالدفاع وبالهجوم. النص انا عندي بوجهه نظري قاعد اتكلم عن المباراه الاخيره اللي لعب فيها العربي اللي هو الكويت. لا مع الكويت للاعبين النص. اللي يفرق بالسالمية ان اللاعبين نصهم يمتلكون نزعه دفاعيه مع صناع لعب، يعني متيدك حكيته ولا السماك. احنا عندنا نملك النزعه الدفاعيه عن طريق طلال نايف او شمالي، بس ما عندنا من لاعب اللي يصنع. عزيز لو معي عز سليمي واحد، انا اتكلم لما يكون عندك في غياب مقصيد وشراغ. ولدل على هذا ان فراس قاعد ينزل، هو فراس حتى اللعبه الاخيره كان ينزل وما كان عندنا في نزعه هجوميه. بس انا اللي يعني بوصله ان العربي دائما في مباريات الكوس ما يطلع من دور ثمانيه. دائما العربي ولاعبين العربي وانا عاشرتهم اللاعبين انه دائما يحاولون انه يوصلون اذا مو دور الاربعه للنهائي. وانا اتوقع يعني مباراه باكر راح تشوف فريق العربي بروح ثانيه واداء مختلف عن لعبه الكويت، لان لعبه الكويت يعني ممكن فيها تعويض دوري. اليوم كوس سمعت خروج مغلوب. سمعت المداخله من ابو شريد اللي هي فريقكم فريق كؤوس. نقدر نقول ان فريق العرب فريق كؤوس مو فريق دوري. لا انا اتكلم في الفتره اللي انا اتكلم ان العربي بالكاس صعب. ماشي صعب بالكاس. انا عندي بس الدوري
الدوري العربي عامه الكاس ما فيها فريق كبير وفريق صغير. انا 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 يعني اللي انا قاعد اشوف بالفريق العربي ابو محمد، انا اسف بس ان عندي دقيقتين وانا محمد ترى كذي انت باكر ان شاء الله راح هم تاخذ من الاجيال القادمه، بس فكره ان باكر ان شاء الله مباراه باكر يعني احنا اليوم اثنين باكر ان شاء الله مباراه القادسيه مع كاظم مباراه قويه جدا في وان شاء الله راح تكون موجود ان شاء الله. سهرنا لا سهرتوا عندنا شلون تجهيزك الشخصي وشلون تجهيز الفريق؟ طبعا اكيد مباراه قويه راح تكون بين القادسيه وكاظمه، وطبعا قبل هذا كل شيء احب اقول حق الجمهور غتساوي ان شاء الله يحضر المباراه ويساند الفريق، واتمنى من الجمهور يحضر باكثر بصوره كثيره اساس الفريق ياخذ راحته. شوف الجمهور اكيد راح يستانس ويمتع الجمهور ان شاء الله تكون من نصيب القادسيه ان شاء الله. كلامك يدل على انكم خايفين من كاظمه. خايفين؟ القادسيه ما يخاف من احد. لا عدل الجمهور وتبي الجمهور يزيد وتبي يعقب على اسامي قال له افهم من كلامك ما يخاف ابو محمد رد عليه تبي الجمهور اساس يعطيك حافز يعني، والقادسيه ما يخاف من احد. لا لا تغت في احد يقدر لا لا قول احترم واذا ما احترمت ما فيك صح لا اكيد اقول هذا الكلام صح. عندي معلومه تصحيح لمعلومتك، انت قلت رحلوا المباريات في يوم 18 12 كان لا سووها 19 بعد المباراه الافتتاحيه مال الانديه طلبت تكون قبل 17. وصلتني المعلومه ان الى الان ما تم الاعلان الرسمي ما راح يلعبون اللاعبين باكر في اجتماع الاتحاد الباكر الاثنين وراح إيه. انا بس نقطه واحده اليوم اذا انت تبين العب لاعبين عربي او لاعبين غازي شلون راح يلعبون؟ طيب حسابهم بالاجتماع ان شاء الله بس انا هلا لا ان شاء الله متفائلين متفائلين. وصلنا للختام محمد، وصلنا للختام اكيد نشكر الضيوف ها اكيد كابتن العزيز حماده شكر لك، كابتن خالد الشريده مشكور، ومحمد كابتن سعد اشكركم كلكم تستمرون مع بعض مره ثانيه بس واحد استمر ان شاء الله بس واحد قال واحد لا والله هني حتى لازم واحد عموما احنا ما راح نسجل جميع مشكور محمد شكرا ونورتنا موفق ان شاء الله موفق، لكن دائما الرياضيين اذا كبروا يحبون يسولفون وايد فانت باكر جالس شرفنا وشكرا على وجودك يعني طبعا اشكركم على الاستضافه الحلوه هذه بين الكبات الكبار واشكركم استضفتونا بين كبار اللاعبين الكويتيين القدامى طبعا شيء شخص انا احب اشكره واحب اوجه له رساله طبعا اللي هو عبد الرحمن الزامل ابو علي هذا شخص ما اعتقد في احد يعني اغلبكم يعرفونه بس ما اعتقد الناس نادي الكويت السابق ولاعب نادي الشباب هذا شخص تعب معي طبعا في عمليتي بعد الرباط شخص تعب معي وكان يجتهد طبعا انا من النوع اللي ما اجتهد بالاصابه اهدها شويه يعني فكان شخصي يعني يدق علي شخصيا ويقول لي تعال التمرين حلين انا شخص احب اوجه له كلمه شكر طبعا وكلمه شكر ما تستاهل ابو علي يستاهل ابو علي واحب اشكر ايضا شركه تيماس لدعم حق الفريق واليوم طبعا تم تكريم من شركتهم استاهلوا ويعطيهم العافيه وممثلها وائل الصقر يعطي العافيه ما يقصر واتمنى تتم المبادره هذه انا بسلم انا بقول له شغله انا بقول له لا ان شاء الله اللاعب اللي يبدا البدايه مثل هذه مثل بدايتك والكل قاعد يتكلم ترى هاي مسؤوليه نعم لابد انك تستمر فيها طيب عندي وقت حق سامي ان شاء الله انا حاط عليك خاصه ابو شهد حاط عليك شخصيا يعني عموما وصلنا للختام وصلنا للختام بين الشوطين انتهى وصفر الحكم باكر ان شاء الله بين الشوطين من جديد تصبحون على خير